في خطوة غيرت حياته، قرر الشاب اليمني محمد الإقامة بالجزائر لإكمال مساره الجامعي، فاستقر به الحال بقسنطينة متزوجا وعاملا في مجال تركيب الديكور البديل عن الطلاء. جيت على الجزائر على منحة دراسية مبتعث من الدولة، خلصت قرايتي هنا في الجزائر، متزوج وعندي طفلة والحمد لله. بالنسبة لمجال العمل، الفكرة جتني عن طريق التواصل الاجتماعي، تعرفت على شخص في اليمن فهمني طريقة العمل، كانوا يبحثوا على وكلاء في كل الولايات، سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، في معظم الدول. تعرفت عليه، فهمني على الخدمة وراني كيف الخدمة بالضبط وش هي الخدمة أصلا. هي عبارة عن بديل الطلاء، نحن بديل الطلاء هو عبارة عن بديل الصبغة كما نقول، عبارة عن باش، يجي باش قطعه كامل الحيط كامل من الطرف للطرف. اختلاف العادات والتقاليد وكذا اللهجات بين الجزائر واليمن شكلت هاجسا عانى منه محمد في البداية، إلا أن احترافه لهذا المجال ساعده في بناء صداقات والاندماج بالمجتمع الجزائري. كانت في صعوبة شوية بطريقة التواصل، خاصة باللغة الفرنسية والدارجة، وإحنا ما عندناش الفرنسية، بصح شوية شوية الحمد لله قدرنا كيف نتواصل مع بعضنا والحمد لله. طموحاتي المستقبلية هي أن تكون عندي مؤسسة خاصة فيا، وتكون عندنا مثلا فروع في كل الولايات، ونطبع هذا المنتج ويكون في كل المنازل وفي متناول الجميع. هو مثال للشاب الطموح، حيث استطاع بإرادة قوية تحدي جميع العقبات وفرض وجوده بسوق العمل رغم بعده عن بلده، فأعطى بذلك درسا للشباب.